روسيا قامت بإدخال منظومات عسكرية تدميرية إلى داخل أوكرانيا خلال 48 ساعة الماضية، وهذه المنظومات التي أدخلتها هي منظومة الدفاع الجوي المتوسط بوك أم 3. هذه المنظومة التي ترونها والتي تحمل 6 صواريخ بهذا الشكل، وزارة الدفاع الروسية أعلنت ونشرت في حقيقة الأمر مقاطعا لهذه المنظومة وهي تدخل إلى الأراضي الأوكرانية بهذا الشكل. وهذه المنظومة باختصار شديد جدا هي دقيقة للغاية في اصطياد أهدافها، وهذه المنظومة تأتي على شكل 4 عربات. العربة الأولى هي للقيادة والتحكم، العربة الثانية هي رادارية، والعربتين الأخرى تعتبر منصات لإطلاق الصواريخ، وواحدة من هذه المنصات والعربات أيضا هي تحتوي على رادارا أيضا. هذه المنظومة والمنظومات هي دخلت إلى منطقتين مهمتين في الداخل الأوكراني. أين هي هذه المناطق؟ على الأقل مما تم إعلانه من قبل وزارة الدفاع الروسية، أولا هي دخلت إلى مدينة خيرسون وكذلك إلى مدينة تشيرنيهيف التي تأتي إلى شمال شرق العاصمة الأوكرانية كييف. دعونا نذهب إلى خيرسون هنا، وهنالك أسباب لإدخال هذه المنظومة يجب أن ننتبه إليها جيدا. بالنسبة للقوات الروسية هي تعاني كثيرا في عملية التقدم على المستوى البري بعدما تقدمت وسيطرت على خيرسون وحاصرت ميكولايف واستمرت بالتقدم بهذا الشكل كما هو معروف. بالنسبة للمناطق الجنوبية سينيوريفكا كذلك تقدمت إليها، كل هذه المناطق تقدمت بهذا الشكل ووصلت مراحلا متقدمة، ولكن المشكلة هي جاءت من تمكن القوات الأوكرانية من اصطياد القوات الروسية وهي تتحرك في أرتالها الكبيرة. اصطادوها بضربات مهمة للغاية، واحدة من الضربات التي جرت على خيرسون مثلا على سبيل المثال على المطار الذي يقع غرب خيرسون، استخدموا راجمة للصواريخ وضربوا هذا المطار ودمروا العديد من المروحيات التابعة للقوات الروسية، مما أضر كثيرا بعمليات التقدم التي يحققونها. أدت هذه الضربة إلى تقدم القوات الأوكرانية من فوزنسنسك ودفع القوات الروسية طبعا إلى مدينة نوفا أوديسا وإلى جنوب نوفا أوديسا في حقيقة الأمر. كذلك دفع القوات الروسية بهذا الاتجاه من بيريزنوفاتي بهذا الشكل إلى سينيوريفكا، دفعوا بهذا الشكل وحاولوا التضييق على هذا الخط الذي ترونه من الرتل الروسي الذي كان متوجها إلى دوتشاني بهذا الاتجاه، ضغطوا على كاخوفكا بهذه المنطقة، وبالتالي بدأوا يحققون الكثير من الإرباك على القوات الروسية، وبالتالي أصبح التباطؤ كبيرا في هذه الجبهة التي هي تعتبر جبهة مهمة بالنسبة لروسيا، لأنها تتقدم على عدد من المستويات فيها، تريد السيطرة على بحر أزوف، تريد السيطرة على شمال البحر الأسود، وبالتالي مثل هذه التحركات لن تسمح لها بتحقيق أي شيء، بل إنهم بدأوا يتعرضوا فعلا إلى خسارات. وعلى هذا الأساس أدخلوا هذه المنظومة التي نتحدث عنها وهي بوك أم 3. هذه المنظومة هي تستطيع من استهداف أهداف جوية من على بعد 70 كيلومترا، أي بما معنى أن هذه المنظومة لو توقفت في مدينة خيرسون فالمسافة من مدينة خيرسون إلى ميكولايف تأتي تقريبا 52 كيلومترا، وبالتالي هي تعطي إمكانية كبيرة جدا لخيرسون وتواجدها في هذه المدينة أن تضرب أهدافا تنطلق من الممكن حتى ما بعد ميكولايف وما خلف ميكولايف من المناطق التي تسيطر عليها طبعا القوات الأوكرانية، وهي أيضا مثلا خيرسون تبعد عن سينيوريفكا عبارة عن 41 كيلومترا، وبالتالي وجود هذه المنظومات يعتبر شيئا مهما جدا بالنسبة للقوات الروسية، وأن هذه المنظومات تستطيع من اصطياد أهدافها التي تحلق حتى وإن كانت هنالك طائرات تحلق على ارتفاع 35 كيلومترا ممكن أن تضربها مباشرة، وكذلك حتى وإن كانت تحلق مثلا طائرات البيرقدار التي استخدمتها القوات الأوكرانية بشكل فعال، حتى لو كانت تحلق على مستوى 15 مترا بهذا الانخفاض تستطيع من اصطيادها، وحتى وإن كانت الصواريخ تحلق على أكثر من 10,000 كيلومتر في الساعة أو حتى وصلت إلى 11,000 كيلومتر في الساعة تستطيع أيضا من ضربها من دون أي مشاكل، وبالتالي هذه المنظومة ستتقدم. والواضح مع دخول هذه المنظومة بوك أم 3 إلى خيرسون ستتقدم مع الأرتال الروسية إلى هذه المناطق كلما تقدمت، وبالتالي هذا سيحقق لهم الكثير من الأمور بأن الأجواء للقوات الروسية ستكون محمية من أي هجمات أوكرانية بأي شكل من الأشكال على مستوى الأجواء، وبالتالي أي تقدم سيكون محميا. وعندما يصلون مثلا إلى كيرفيريه بعدما سيطروا على كل ويسيطرون على هذه المناطق قد تكون المنظومات حاضرة بهذه المنطقة لتحقق حماية كبيرة جدا على مستوى 70 كيلومترا التي
التي تحدثنا عنها، وبالتالي يحققون التقدم إلى كيرفيري وكذلك إلى كوستانتينيفكا التي تتواجد فيها ويتواجد فيها مفاعل نووي مهم للغاية. هذه المنظومة أيضا كما تحدثنا هي ذهبت وهي متواجدة بالنسبة لبوك أم 3 إلى تشيرنيهيف، هذه المدينة المهمة جدا، ولكن الوضع قليلا يختلف بالنسبة لتشيرنيهيف مقارنة بمدينة خيرسون، لأن هذه المدينة حتى هذه اللحظة القوات الروسية غير مسيطرة عليها، هي تحاصرها من ثلاثة اتجاهات، من الشمال، من الشرق، وكذلك من الغرب. ولكن بوك أم 3 التي نتحدث عنها منظومة الدفاع الجوي المتوسط هي دخلت إلى تشيرنيهيف فعلا ودخلت في العمليات، ووزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم أمس بأن هذه المنظومة نجحت في عملية إسقاط طائرتين من الطائرات الحربية السوخوي الأوكرانية من نوع SU-25 في تشيرنيهيف، حيث أن هذه الطائرات كانت تدافع عن تشيرنيهيف بشكل عال، ولكن هذه المنظومة تمكنت من ذلك. ويجب أن نفهم قضية بأن هذه المنظومة عندما تصطاد هدفا واحدا هي تغير موقعها مباشرة لكي تصعب المهمة على الأوكرانيين من معرفة أين تتواجد هذه المنظومة، بالتالي المهمة صعبة جدا الآن على أوكرانيا. وعلى ما يبدو أن طائرات البيرقدار والطائرات الحربية ستعاني كثيرا، ولكن أيضا في نفس الوقت تشيرنيهيف تتعرض إلى قصف كبير للغاية في 48 ساعة الماضية، والواضح جدا بأن هنالك ضرب بالمدفعية الثقيلة على تشيرنيهيف. كانت هنالك صور نشرت من ماكسار تكنولوجيز التي وفرت هذه الصورة عبر الأقمار الصناعية، توضح بأن الضرب كبير جدا بالمدفعية الثقيلة على ما يبدو، إذا ما أخذنا عددا من العلامات من هذه المنطقة لنعرف في أي جزء يتم أو تتم عملية القصف. سنأخذ مثلا هذا المنزل بسقفه الأحمر المميز، وهذا المنزل بسقفه الأخضر مع هذه الالتفافة لهذا الطريق بهذا الشكل طبعا، وكذلك أن هنالك مساحة مفتوحة، مساحة مفتوحة، والضربات جاءت بهذا الاتجاه كما هو واضح. دعونا نقترب من هذه النقطة قبل أن نعرف هذا المكان وأين يتواجد. سنلاحظ فعلا بأننا أمام ضربات واضح جدا، واضحة بأنها مدفعية ثقيلة هي التي تضرب، وبالتالي دمرت هذه المنطقة بالكامل كما نلاحظ. وإذا ما حاولنا أن نعرف أين تقع هذه المنطقة بالإحداثيات التي طبعا أشرنا إليها وتوجهنا إلى القمر الصناعي، سنلاحظ بأن هذه هي طبعا مدينة تشيرنيهيف التي نراها بهذا الشكل. سنلاحظ بأننا نتوجه إلى أقصى الشرق تقريبا بهذا الاتجاه. إذا ما قلبنا الصورة واقتربنا قليلا من هذه النقاط سنلاحظ بأننا أمام نفس العلامات. هذا هو المنزل الذي سقفه طبعا باللون الأحمر، وهذا هو السقف المنزل بالسقف لونه أخضر، وهذا الشارع المنعطف الذي تحدثنا عنه، وهذه هي المساحات الخالية، وبالتالي الضربات المدفعية تأتي بهذا الاتجاه. وهذا واضح بأن المحور القادم من الشرق سيكون ضاغطا بشكل عال على تشيرنيهيف، وممكن أن نسمع أخبارا كبيرة حول هذه المدينة المهمة، لأن هنالك سببا أيضا مهما للسيطرة على هذه المدينة. ولكن أيضا يجب أن ننتبه بأن هنالك أيضا ماكسار تكنولوجيز وفرت وقامت بعرض هذه الصور التي ترونها لمعسكرات جديدة أنشئت على الحدود في الداخل البيلاروسي بين الحدود البيلاروسية والحدود الأوكرانية. هذا معسكر جديد للقوات الروسية الآن فيه تعزيزات كبيرة، وهذا معسكر آخر أيضا للقوات الروسية موجود وهو جديد ولم يكن أساسا موجودا قبل أسبوع من الآن. وهذه المعسكرين التي نتحدث عنها هنا كما تلاحظون بعد الحدود، هذه الأراضي البيلاروسية، وهذه هي الأراضي الأوكرانية، وهذه هي مدينة تشيرنيهيف التي نتحدث عنها. موقع هذين المعسكرين يأتي هنا، هما طبعا هي معسكرات متجانبة واحدة جنب الثانية، وبالتالي هذه المعسكرات هي لا تبعد إلا ما يقارب 19 كيلومترا إلى 20 كيلومترا تقريبا لكي تدخل إلى الحدود الأوكرانية. وبالتالي هذا يعني بأن هذه المعسكرات هي مجهزة للضغط على تشيرنيهيف بشكل أكثر، منظومة دفاعية ومدفعية ثقيلة والضغط على المنطقة الشرقية والمنطقة الشمالية وحتى الغربية على ما يبدو في الفترة الأخيرة. واضح أن تشيرنيهيف ستكون هدفا كبيرا جدا في الساعات القادمة، وهنالك سبب يجب أن ننتبه إليه كما تحدثنا الآن. هنا النقاط المهمة، هنا كما تلاحظون طبعا هذه هي العاصمة الأوكرانية كييف بهذا الشكل، وهنا تأتي أهمية تشيرنيهيف ولماذا السيطرة عليها ستؤدي إلى مشكلة كبيرة جدا. هذه الحدود الإدارية لكييف كما تحدثنا، وطبعا المنطقة الشمالية ومدينة بروفاري وكذلك إيربن وبوتشا كلها تتعرض إلى ضربات، وهذه هي بورسبيل التي لا زالت تسيطر عليها القوات الأوكرانية هنا باللون الأزرق،
وفاسليكيف بهذا الاتجاه أيضا لا زالت تسيطر عليها القوات الأوكرانية. بالنسبة إلى الجيش الروسي كما هو معلوم هي قطعت الطريق الغربي بهذا الشكل، تسيطر على كل هذه المناطق تقريبا. وكذلك هنا تأتي المهمة، هم يقصفون بهذا الاتجاه على المنطقة الشمالية التي تحدثنا عنها، يقصفون على إربن بشكل عال للغاية، ويقصفون كذلك بشكل مكثف، بل يحاصرون مدينة بروفاري الشمالية، لأنهم لو سيطروا عليها سينهون المنطقة الشرقية تماما ويقطعون جميع الطرق الخاصة بكييف. وكذلك الآن الأمر الجديد القادم بأن القوات الروسية بدأت تضغط على بوريس بيل، رئيس بلدية بوريس بيل الآن تحدث بين القوات الروسية اليوم، تحدث عن هذا الأمر بأنها أصبحت موجودة في هذه المناطق وبدأت تريد السيطرة على هذه المنطقة، وبالتالي طالب رئيس بلدية بوريس بيل من النساء والأطفال ترك هذه المدينة تماما وأن يدعوا الرجال أن يقاتلوا دفاعا عن هذه المدينة. وبالتالي واضح جدا أن القوات الروسية تبحث هنا عن السيطرة على هذه المدينة المهمة جدا التي يتواجد فيها مطار، وكذلك على بروفاري التي دافعت بشكل مكثف ومعمق ضد القوات الروسية في محاولة لمحاصرة هذه المدينة. وهنا تأتي مهمة وأهمية تشيرنيهيف، إذا ما سيطروا على تشيرنيهيف فكل القوات الموجودة في تشيرنيهيف ستأتي داعمة إلى القوات التي تحاصر بروفاري، ومما سيعطي قوة أكبر للسيطرة على بروفاري، وقد يكون لدعم المنطقة الشمالية هذه بأكملها والمدن الموجودة فيها. وبالتالي هذا سيجعل المهمة صعبة إذا ما سيطروا أيضا على بوريس بيل، سيدفع هذه القوات التي نتحدث عنها القوات الروسية إلى أن تغلق المنطقة تماما من المنطقة الشرقية، مما سيتعب القوات الأوكرانية بعدما كانت تدافع بكل هذه الاتجاهات، سيتوزع وستتوزع عملية الدفاع الخاصة بهم، وهذا ما سيضعف إربن وسيجعل القوات الروسية مرة ثانية تطبق على هذه المنطقة تماما، وتتعقد الأمور شيئا فشيئا. ونجد أنفسنا بأننا أمام موقف مختلف مع التحشيدات الموجودة في بيلاروسيا. كانت هنالك صورة مهمة جدا أيضا لإيميج سات انترناشنال، في حقيقة الأمر هي نشرت 4 صور للجيش الروسي وهو يحشد، هذه كانت قبل وهذه بعد، التاريخ يأتي 22 مارس بهذا الشكل. لاحظ الكثافة كبيرة جدا للقوات الروسية الآن في الداخل البيلاروسي، والقوات الموجودة في بيلاروسيا هي التي تهاجم ب 95% إلى 99% هي التي تضغط على العاصمة الأوكرانية كييف. لذلك العاصمة الأوكرانية كييف الأسابيع القادمة ستكون صعبة عليها مع هذه المنظومات الدفاعية التي نتحدث عنها. ولكن الغرب يرى الأمور من اتجاه مختلف للغاية. بالنسبة للغرب، The Atlantic على سبيل المثال قبل 48 ساعة من الآن وجدت بأن أوكرانيا هي المنتصرة في هذه المعركة، وهي تحقق نتائج كبيرة جدا في هذه المعركة، وعلى الغرب أن يعي تماما أن هنالك انتصارا يتحقق هنا. وهذه طبعا القضية اتفق معها جون كيربي المتحدث باسم البنتاغون يوم أمس، وقال بأن الأوكرانيين يحققون نجاحات كبيرة في هذه المعركة. هنالك أسباب هم يعتمدون عليها في هذا الكلام الذي يأتي على ما يبدو مغايرا لما يجري على الأرض بالنسبة للقوات الروسية وما تحدثنا عنه. السبب الأساسي بالنسبة إليهم أن القوات الروسية المخصصة أكثر من 150 ألفا من الجنود الروس الذين خصصوا لهذه العملية العسكرية الخاصة للتدخل مباشرة في أوكرانيا، الآن بحسب الإحصائيات التي نشرتها The Atlantic أكدت من 7,000 إلى 14,000 من الجنود الروس هم قتلوا في هذه المعارك. وبالتالي إذا ما قاموا بإضافة المصابين وكذلك المفقودين من الجنود الروس، سنجد أنفسنا بأننا أمام 30,000 من الذين يعتبرون خسائرا بالنسبة للقوات الروسية، وهذه تمثل نسبة 15% من القوات التي خصصت لهذه العملية العسكرية، وهذه تعتبر خسارة كبيرة، خاصة أن القوات الروسية لم تسيطر على كييف، لم تسيطر على تشيرنيهيف، لم تسيطر على خاركيف، وكذلك لديها مشكلة في ميكولايف. حتى هذه اللحظة ماريوبول رغم كل التقدم الذي حققته في ماريوبول إلا أنها لم تتمكن حتى هذه اللحظة من السيطرة عليها، وحتى أوديسا حتى هذه اللحظة هي ليست محاصرة أبدا عدا المناطق الغربية الموجودة وعدا الدعم الذي تحصل عليه القوات الأوكرانية. بالإضافة إلى ذلك أن القوات الروسية رغم كل الضغط الجوي الذي تتمتع به من يوم الاثنين الماضي، كان المعدل الخاص بالضربات الجوية الروسية يأتي كمئتي طلعة جوية بالنسبة للطائرات الروسية على المدن الأوكرانية. من الاثنين الماضي زاد هذا الأمر وأصبح 300 طلعة
جوية بالنسبة للقوات الروسية، وهذه زيادة بنسبة 50% للطلعات الجوية الروسية. ومع ذلك المنظومات الدفاعية لا زالت موجودة رغم كل هذه الضربات، إلا أنهم لم ينجحوا من اصطياد المنظومات الدفاعية الأوكرانية، بل أن المنظومات الدفاعية الأوكرانية حتى هذه اللحظة هي تسقط الطائرات الروسية، ولديها إمكانيات كبيرة جدا حققتها على مستوى العديد من المدن، تشيرنيهيف وكييف وغيرها من المدن، كلها تمكنت من إسقاط هذه الطائرات. وبالتالي هنالك معاناة كما ترى ذا أتلانتيك، وحتى جون كيربي المتحدث باسم البنتاغون، وأيضا هم تطرقوا إلى قضية الهجمات السبرانية. أين هي الهجمات السبرانية للجيش الروسي في أوكرانيا؟ لم تتمكن من تعطيل أي شيء من اتصالات الجيش أو اتصالات المدن أو غيرها، لا زالت مستمرة أوكرانيا بالمضي قدما في هذه المعركة من دون مشاكل في عمليات الاتصالات وغيرها. ولهذا ذا أتلانتيك وجدت أن هنالك خسائرا كبيرة، بل بالإضافة إلى ذلك أن حلف الناتو بدأ يتوسع. فنلندا والسويد التي كانت هي تعتبر دول محايدة عندما تأتي إلى الحرب الباردة بين روسيا وبين طبعا بين الاتحاد السوفيتي سابقا وبين أوروبا وروسيا وغيرها، هي محايدة، هي لا مع هذا ولا مع ذاك. الآن تغير الأمر في فنلندا، هنالك استفتاء جرى يوم أمس حول قضية الانضمام فنلندا إلى الناتو، و60% من الشعب الفنلندي صوت بنعم نريد الانضمام إلى حلف الناتو، بل إن فنلندا والسويد حضروا اجتماعا طارئا مؤخرا لحلف الناتو واجتمعوا بحلف الناتو. وهذا يوضح أن روسيا تخسر إن لم تتمكن من السيطرة على كييف وتغيير النظام، والناتو توسع بهذا الشكل وأصبحت دول أكثر هي مشاركة في حلف الناتو، معنى ذلك من النظرة الغربية هي خسارة إلى روسيا، ولم تحقق روسيا الشيء أكثر.